ناخد بعض الاسئله اللي الجمهور او المبعوثه لنا من خلال السوشيال ميديا. لو وجه سؤالك للاستاذ محمد ادري المرشح لامانه صندوق النادي الزمالك. يعني السؤال الاول امنيه عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي، كل التحيه للكابتن محمد، الف شكر لحضرتك. والسؤال: كيف يتم حل المشاكل والازمات الماليه في حاله اصبحت حضرتك امين صندوق، والافكار والمقترحات التي في ذهن الاستاذ محمد ادري؟ ونسال الله سبحانه وتعالى ان يولي من يصلح نادي الزمالك في هذه الظروف الصعبه، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. المشاكل ولا هنرد ناخدهم كلهم مره واحده ونتكلم بعدين. شوف انت عايز تدون اي معلومه او اي ملاحظه اتفضل. لميا حسن: مساء الخير على حضرتك كابتن محمد، سؤالي للدكتور محمد ادري، هل لديك قدره على حل الازمه الماليه التي يمر بها نادي الزمالك، وهي الافكار حضرتك ومخططاتك لانهاء هذه الازمه؟ اعتقد كل تفيد حضرتك. اعتقد احنا في حاجات طبعا ردينا عليها، بس لو في ملاحظه ممكن يعقب الاستاذ محمد ادري. استاذ طارق محمود: مساء الخير عليك كابتن محمد، رسالتي للدكتور محمد ادري، ما هدفك من الترشح لمنصب امين الصندوق، وهل قادر على حل الازمه الماليه التي يمر بها النادي في الوقت الحالي؟ كل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم. اخر سؤال سماح عبده: مساء الخير عليك كابتن محمد، اهلا بيكي، تحياتي للدكتور محمد ادري، سؤالي ممكن تعمل ايه في وقف القيد والازمات اللي بيمر بيها نادي الزمالك، وفي موضوع فتوح والصفقات الجديده، وهل عندك قدره على اصلاح النادي من هذا الدمار؟ وبالتوفيق لمن يصلح وتحياتي ليك يا كابتن محمد وكل فريق العمل. الف شكر لحضرتك. اتفضل. طبعا هي كل الاسئله سريعة عشان احنا جاوبنا عليها، بس انا هلخصها. احنا قلنا هنعمل اعاده هيكله، النشاط الرياضي هيمول من خلال شركه الفينشر كابيتال، تخش معانا بالمليار جنيه، هتحل جميع مشاكل القيد ومشاكل المستحقات الماليه للاعيبه وجميع المستحقات، وتتولى عمليه الاداره السليمه للنشاط الرياضي. رقم 2، النشاط الاجتماعي هفصله عن النشاط الرياضي، وبدل ما كان هيخصص 5 مليون فقط من اشتراكات الاعضاء، هتخصص ال 100% اللي هي تمثل 115 مليون ل 17 خدمه مقدمه في البرنامج الانتخابي. اخر جزء بتاعه المشاكل الضريبيه طبعا احنا عندنا مشاكل، انا بطالب الدوله انها تتدخل فيها. ليه؟ في اخطاء سابقه في عمليه تحصيل القيمه المضافه، يا اما حصلت وما توردتش نادي الزمالك ملزم بيها لانها موجوده في الميزانيه، او ما حصلتش. لم تحصل، جهاز مركز المحاسبات كان عاقب الناس اللي ما حصلتهاش، حولهم للاموال العامه وحولهم، يا اما يشوف هم فين، لانه كله ماسك ان القيمه المضافه عند الاعضاء. لا بس دي اتعمل فيها حل جزئي و50% الدفع، لان انا العلم المعلومه اللي عندي ان هي لم تحصل، فعشان كده اللي عايز يلحق ينتخب كان قدامه لحد يوم 5 اكتوبر يدفع 50% منها والباقي يتجزا. خلاص وقتي للاسف انتهى، بس انا احب تقول في نص دقيقه رسالتك لاعضاء الجمعيه العموميه بشكل عام والجماهير في نص دقيقه. رساله الاعضاء الجمعيه العموميه، يعني حاولوا باذن الله تعالى اقراوا البرامج الانتخابيه، ولازم البرنامج الانتخابي يكون له آلية تطبيق واضحة، لمدة زمنية واضحة، لمصادر تمويل واضحة وصريحة ومنطقية. لو تحقق البرنامج فيه آلية التطبيق والمدة الزمنية ومصادر التمويل، انتخبوا اللي انتوا عاوزينه. يعني دي صوت أمانة، وأتمنى إن كنتوا تنقذوا نادي الزمالك مرة تتدخلوا. يعني وأتمنى إنه عملية التقييم تبقى موضوعية، ملهاش علاقة بأي تكتلات، ملهاش علاقة بأي يعني محسوبيات أو أي علاقة تعارف أو أي، يعني خلوا مصلحة الزمالك هي الأولى ومصلحة الزمالك هي الغالبة، وخلوا عملية التقييم موضوعية. 2، أرجوكم رفض الميزانية العمومية، رفض، صوتوا بالرفض. يعني لأن الميزانية العمومية التصويت عليها بالرفض دي أهم من نجاح أي حد. وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك.